شو سمعه؟ كان ظليت قاعد بالسياره يا زلمه. كيف خليني قاعد في السياره يا زلمه؟ كيف خمس دقائق بدي اروح اشوف العنوان وارجع. بقولش لحالي، بقولش لحالي في السياره. لا تنسرق سمعه. كيف تنسرق يا زلمه؟ انت الثاني تنسرق السياره. اذا خايف عليها تنسرق فش عجالها، فشهم نفسهم وخلص. اللهم اجيبك يا طولة الروح. اقول لك شو رايك نفك البطاريه وناخذها معنا؟ النوادم كلهن دقيقتين نسال عن هالعنوان ونرجع. طيب فك بطاري ونفس عجال. عليش عليش سمعه. طب خلص يا زلمه خلص. طب يلا روح معي. لا حول الله. يعطيك العافيه. يا هلا. يا اخوي الله يرضى عليك. دخنا واحنا ندور على العنوان. شوف تعرف النيا؟ شوف النيا. اي هذا المحل بعرفه. آه. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. الله يهمك. الله يهمك. شوف يا اخوي. نعم. شايف الشارع هاد؟ نعم. بضلك ماشي فيه دغري حوالي 500 متر. حلو حلو. بلاقيك اول شارع على اليمين. نعم. شايف؟ نعم. تتركه وتمشي دغري. حاضرين. بعد ما تمشي دغري بلاقيك ايش؟ على يدك اليسار. اه. يا ساتر مثلث. نعم. المثلث هذا. نعم. تطلع يمينك بتلاقي صف شجر. نعم. صف شجر على المثلث. نعم. نعم. المثلث في هناك صف شجر على يدك اليمين. على يدك اليمين. وانت رايح على الشمال. نعم. هناك بتمشي شوي صغيره. نعم. بلاقيك كوربه على الشمال. حلو. شايف؟ حلو. بتروح روح اليمين. ستار يا الله. شايف كيف؟ اسف صدري طب في ايدك لا تواخذني. نعم. هناك بتسال هناك بعد شويه بتلاقي المحل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. بس الله فيك يا سيدي. يعني هسه لو بدي اعيدهم مش راح اتذكرهم. انت متاكد من العنوان؟ ها؟ لا صدق مش متاكد. مش متاكد؟ وصل لك ساعة حشرنا؟ يا لطيف العافية يا زلمة، يا زلمة ان شاء الله يا زلمة. طيب خليهم، يعني عدم المؤاخذة طالما مش عارف العنوان وساعة ونص ما اخرنا لو ايش؟ يلا الله يسهل عليك. مع السلامة خيو. مع السلامة. انا عارف. نعم تفضل سمعة. يا زلمة كيف يا زلمة؟ انت اكبر مني بسلسة. مرحبا. لين هلا. يعطيك العافية خيو. لين الله يعافيك هلا. الله يرضى عليك. شوف لي هالعنوان اذا بتعرفه الله يرضى عليك. دخنا دخنا واحنا ندور. لا حول الله يا ربي. والله اسف ما اعرفوش. كلهم اسف اسف اسف. لا حول الله. اسف واحنا الثانيين اسف.